هذه القصة لا تهدف إلى اتهام كل اللبنانيين بالعنصرية، بل إلى تسليط الضوء على بعض الحوادث التي نعرف جميعاً أن كثيراً من اللبنانيين يرفضونها. يلا نبلش القصة. أتعهد بألا تربطني علاقة بأي فتاة من الجنسية اللبنانية، وأتعهد بعدم الزواج من فتاة لبنانية طوال فترة دراستي في لبنان. هل نعتبر هذا تمييزاً وعنصرية؟ مثل هذا التعهد وقع عليه طلاب سوريون من أجل الحصول على إقامة طالب. عرفت القصة حينها بقضية منع الحب، ولم تكن القصة الوحيدة من حالات الخطاب التمييزي في لبنان. يا عين عالسوريين بأرض اللبنانية، نحنا صرنا المغتربين وهن الأكثرية. الأغنية تقول ببساطة: احذروا، السوريون أصبحوا أكثر منكم، علينا أن نكافحهم. وكانت جزءاً من خطاب إعلامي واسع ضد اللاجئين، تضمن تحميلهم مسؤولية كل المشكلات وتخويف الشارع منهم. هذا الخطاب شجعته شخصيات سياسية رفيعة، على رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل. هذه الخطابات تشجع الشارع على المزيد من التصرفات والعبارات العنصرية تجاه اللاجئين وغيرهم. للأسف تنطلق هذه الخطابات من مواقف سلبية لبعض السياسيين الرسميين في لبنان، الذين لأسباب شعبوية ولزيادة شعبيتهم وللتهرب من المسؤولية يطلقون هذه الخطابات. لافتات انتشرت في بيروت لمقولات الرئيس اللبناني السابق بشير الجميل تخاطب السوريين جميعاً بدل مخاطبة النظام السوري. لا يرى البعض فرقاً بينهما، بل يحملون اللاجئين الهاربين من ظلم نظامهم مسؤولية أفعال مضى عليها عشرات السنوات. حوادث التمييز تضيق على اللاجئين في حياتهم. بلديات اللبنانية منعت اللاجئين من التجوال بعد الساعة 8 مساءً، وبلديات أخرى أجبرتهم على المغادرة بإبعادهم قسراً عن منازلهم. عدة مقاطع انتشرت للبنانيين يضربون السوريين، بعضهم أطفال يعنفون بشدة دون سبب. العنصرية أنتجت تصريحات مضحكة أيضاً، مثلاً ارتفاع نسبة تلوث الهواء بسبب اللاجئين السوريين، مرض السرطان تسببه التهابات جلبها اللاجئون معهم إلى لبنان. هذا الخطاب لديه حجج وتبريرات، كاتهام اللاجئين بضرب هوية لبنان المختلفة عن المحيط العربي، وضرب اقتصاد لبنان، واستنزاف البنية التحتية والموارد، وتشكيل ضغط سكاني، وسرقة الوظائف. عادة يحتاج السياسي شخصاً ضعيفاً أو فئة من المجتمع يلقي عليها فشل الأداء السياسي أو الحكومي. لا يمكن أن نقبل أن نتحمل فئة ضعيفة فقيرة هربت من الحرب كافة مسؤوليات، خاصة هذه المسؤوليات التي تأتي من فشل المسؤولين اللبنانيين بإدارة ملفاتهم وإدارة قطاعاتهم. ومع الحديث عن إعادة اللاجئين بغض النظر عن الوضع الأمني في سوريا، نجد البعض يعودون طوعاً، والبعض الآخر يتحدثون عن عودة إجبارية بعد أن باتت إقامتهم شبه مستحيلة قانونياً ومعيشياً وأمنياً في لبنان. في لبنان أيضاً أصوات أخرى تستنكر العنصرية وتدافع عن اللاجئين وعن حقهم في الحياة بعيداً عن القتل والدمار، تفتح لهم مراكز وتقدم لهم المساعدات. إلى أي طرف تميلون؟